ايوه ايوه اسكت. سلمي على ايه؟ ايوه السلام عليكم يا شباب، سامعني كويس؟ يا شباب سامعني كويس؟ تمام. السلام عليكم يا شباب، سامعين؟ يا دكتور سعيد. طيب تمام. طيب تمام، هنبتدي ان شاء الله محاضرة الريجريشن. احنا كنا في الاسبوع اللي فات اتكلمنا عن فكره ايه هي الريجريشن عموما. يعني انا يعني مش همشي بالترتيب في السلايدز، بس انا اهم حاجه عندي اوصل الفكره، وطريقه الكالكوليشنز هي واحده. ولو عندكم اسئله، لان طبعا انتوا اكيد الشيت بداتوا تحلوا فيه، وفي ناس رفعته كتير بس في ناس ما زالت واقفه. يعني الريجريشن يعني انا يعني هعرض زي ديجرام كده. يعني ريجريشن، قلنا معنى كلمه ريجريشن ايه؟ ان انت حاجه ملهاش ماثيماتيكال ريليشن، مفيش علاقه رياضيه. قانون اوم ده فيه علاقه رياضيه مثلا، اللي هو في تساوي اي ار، علاقه رياضيه معروفه، او قوانين نيوتن او غيره، دي علاقات رياضيه معروفه. الريجريشن انت بتحاول تجيب علاقه بين حاجتين ما لهمش علاقه رياضيه مباشره، وتكريت انت ريليشن. زي فكره ايه يعني الباور بوينت ده اهو، اهو بص الريجريشن، هو ده الرسم اللي انا بدور عليه. ريجريشن مودلز يا اما تبقى سيمبل موديل. يعني ايه سيمبل موديل؟ يعني واي مثلا بتتناسب مع اكس، بروبورشنال تو اكس، حيث اكس هي مثلا الاندبندنت فاريبل وواي هي الديبندنت، يبقى ده اسمه سيمبل ريجريشن موديل. لو العلاقه واي تساوي ام اكس زائد بي، علاقه خط لاين يعني، بسميها لينير ريجريشن. سيمبل يعني في فاريبل واحد، فاريبل واحد انبوت وفاريبل واحد اوتبوت، يبقى دي اسمها سيمبل ريجريشن. مالتيبل ريجريشن معناه ايه؟ لو قلنا ما واي از ا فانكشن اوف اكس 1 واكس 2 واكس 3، يبقى دي او اكتر من اكس 1، دي تبقى دي مالتيبل ريجريشن. يعني ريجريشن يعتمد على اكتر من متغير في الانبوت، وممكن يكون اكتر من متغير في الاوتبوت كمان يعني. فهو فالريجريشن عموما هي عباره عن ريليشنز زي كده. يمكن انا هجيب الكيس ستادي اهو. خد بالك اللي احنا بناخده اسمه لينير ريجريشن، اللي عليه الحسابات، لان بص الرسمه دي مهمه جدا. يعني مثلا بيقول لك ايه، دي النقط اللي عندي اللي هي النقط البيضاء دي، تمام؟ ادي النقط البيضاء دي. انا عايز اعمل ايه؟ عايز اجيب ايكويشن بتاعت اللاين الاحمر ده، كويس، بحيث انها تبقى متوسطنه كده ما بين النقط. النقط دي هي نقط حقيقيه مقاسه، يعني نقط موجوده اصلا، وانا عايز اكريت ريليشن. الريليشن دي انا بفترض ان هي لينير، بفترض ان هي لينير، واللينير ليه تو بارامترز، اللي هي بيتا نوت زائد بيتا واحد اكس اي، حيث اكس اي دي البوينتس، كويس. وبطلع بحاول احسب بقى الكوفيشنز دي بتاعت الايكويشن، واحاول اطلع معادله اللاين اللي زي ده. لو انت بصيت بقى في الاكزامبل اللي زي ده اهو، بيقول لك دي النقط اهي، بص النقط الاصليه، انا عايز اجيب ايكويشن حاجه زي كده اللاين الاحمر ده. يبقى انا بعمل حاجه اسمها لينير ريجريشن للبوينتس. خد بالك البوينتس دي هي حقيقيه صحيحه، البوينتس دي حقيقيه صحيحه، انما اللاين ده اللي انا بعمله كرييشن، اللي هو اللاين الاحمر ده. خد بالك انا مش عايزه، لو خليته يعدي بكل النقط مش هيبقى لاين اصلا. يعني انا لو قلت ايه، طب ما انت طالما النقط دي انت قايسها، طب ما تخلي اللاين يمر بالبوينتس دي كلها، اقول لك لا ده كده مش هيبقى لاين. يبقى واضح ان الريجريشن في نوع من التقريب برضه الى حد ما، كويس.
فهو ده معنى كلمة linear regression. أنا يمكن هقف دقيقة لو حد عنده أي سؤال. الفكرة يعني أنا شرحتها وبشرحها هنا، بس دلوقتي هنا بقى هنخش في تفاصيل أكتر شوية، إزاي نحسب اللاين ده. فكرة regression كده واضحة؟ دكتور هو احنا ابتدينا من سلايد 40 على طول صح؟ لا انا مش ماشي بالترتيب، انا مش ماشي بالترتيب، مش مشكله الترتيب يعني. انا السلايد 40 دي بتوضح لك الفكره يعني، ارجوك بس يعني انا عايز الفكره توضح وتعرف تحل الاكزامبل الرقمي، يبقى انت كده فهمت. الكلام اللي في النص ده مش مشكله، انا مش هسالك على الحفظ والكلام من ده. فكرة regression واضحة؟ هنا احنا حاولنا نلاقي relation بين حاجتين. ايوة، بين x و y، حيث x ده الديبندنت، الاندبندنت اسف، و y دي الديبندنت. والنقط اللي انا بديها لك دي هي النقط اللي انا عطالك، دي الداتا سيت اللي انا عطيتها لك، دي الحقيقية اللي هي measure. اللاين ده اللي انا حاول بقى اعمل له creation. انا عايز يعني اخلق اللاين ده بحيث يبقى هو في النص، بحيث انه يبقى الايرورز تقريبا مش راح ناحيه سايد واحد. يعني مثلا ممكن واحد يقول لي ليه ما عملتش اللاين فوق النقط كلها، يبقى كده كل الايرورز نيجاتيف. ليه ما عملتوش تحت البوينتس كلها، يبقى كل الايرورز بوزيتيف. يبقى واضح ان هو بيحاول يحط اللاين فين، بيحاول يوسطه بحيث ان الايرور يبقى اقل ما يمكن، بوزيتيف ونيجاتيف. عشان كده سماه ليست سكويرز، اقل سكويرز عشان البوزيتيف والنيجاتيف. تاني، انا برضو مفهوم الريجريشن كده مظبوط؟ مفهوم؟ انا يمكن مستمعكم كويس. مفهوم الريجريشن كده واضح؟ سامعيني يا شباب؟ ايوه دكتور مفهوم. طيب مفهوم الريجريشن، انا بقى كل اللي انا عايزك تفهمه الاكزامبل اللي انا عايزك اللي هو هيكلمني عنه. بيقول لي ما ممكن اللاين يبقى كده بالابيض صح، ما انت عايز تقول لي ان انا افترض لاين. طب ما اللاين ده ليه احتمالات كتير، يبقى هو عايز يختار لاين يدي له حاجه اسمها ليست سكويرز ايرور، اقل مجموعه من الايرورز، اقل مجموعه. يبقى واضح ان ممكن اكتر من لاين نكريته بحيث انه يبقى ايه في المتوسط بتاعت النقط دي. فقال لي هو هيبقى في لاين واحد لو انا طبقت حاجه اسمها ليست سكويرز ايرور. كويس. طيب وبيقول لي ممكن اللاين يبقى بالشكل ده، يبقى في احتمالات كتير اهو لللاين، بس واضح ان انا بدور على لاين يديني اقل مجموع الايرور، مجموع الايرورز من كل نقط مش من نقطه واحده. تمام. ادي بقى الايكويشنز اهي. نبص بقى يعني ادي المثال الاكزامبل اللي هو عطاهولي، بيقول لي انا البارامتر استيميشن اكزامبل اللي اعطيني مثال اهو. لما قاس مثلا وزن طفل مع حاجات ميديكال، علاقه مثلا دي اكس ودي واي ودي اكس ودي واي، طلعت من مجموعه من البوينتس كده اسا حقيقه. كويس. فهو عايز يعمل علاقه ما بين التو فاريبلز دول اللي هو الداتا سيت بتاعته، معطيني خمس نقط للاكس وخمس نقط للواي. خد بالك انا قلت لك في المحاضره كتير انا ما بقدرش اعرف فين الاكس وفين الواي. يعني تيجي تقول لي ايه هو الوزن يعتمد على الرقم ده الطبي ده ولا العكس؟ هفترض ان اي واحد فيهم هو الاندبندنت والتاني الديبندنت، يبقى انا بعمل ريجريشن بتاع اكس على واي، وممكن اعمل ريجريشن بتاع واي على اكس، ممكن تطلع لي معادلتين زي ما قلت لك في المحاضره. ممكن واي تساوي مثلا ايه 5 اكس زائد 3. طب ما انت ممكن تجيب اكس، تجيب بقى اكس تساوي مش عارف كذا واي ماينس 3. طب يبقى اذا انت ممكن تجيب ايه بقى، ريجريشن بتاع اكس على واي وريجريشن بتاع واي على اكس. يبقى انت ممكن تجيب معادلتين مش معادله، لان انا ببقى مش عارف الريليشن ايه اللي يعتمد على ايه،
هل اكس اللي بتعتمد على واي ولا واي اللي بتعتمد على اكس، لان انا عندي حاجتين بيتغيروا مع بعض وانا مش عارف الريليشن اللي ما بينهم اصلا. تمام. هو بقى موقع النقط بالطريقه دي، هو اعتبر ان ده اكس وده واي وحط البوينتس كده اللي هو اراها او اللي هو اللي هي موجوده، وبعدين حسب كون تيبل حسب اكس اي واي اي اكس واي سكوير. على فكره انا بكمل على الكلام اللي قلته في المحاضره، لان على ما يبدو ان في ناس اول مره تحضر او ما حضرتش المحاضره فبتسال اسئله بسيطه، فركزوا بس لان في ناس بعتلي اسئله في الشات. انا بكمل على اللي قلته في المحاضره. بص انا يعني هديك طريقه سيستماتيك تحل بيها المثال الاكزامبل بمنتهى البساطه. كويس. هتحط لي اكس اي وواي اي زي كده، هم العشر نقط بتاعت اكس اي وواي واي عطاهم لي خمسه وخمسه، وهتحسب لي التوتال بتاع اكس هنا هيطلع 15 والتوتال بتاع واي هيطلع 10. هتحسب لي اكس اي سكوير كل نقطه في اكس هتجيب لي السكوير بتاعها وهتجيب التوتال بتاع السكوير اهو، واي اي سكوير برضو ده كولوم تاني، وبعدين هتحسب لي اكس اي واي واي اكس اي واي اي يعني واحد في واحد بواحد، اثنين في واحد باثنين، خلاص اوكي ماشي. عملت انا التيبل دي، انا دلوقتي بدات اعمل ايه؟ بدات اكالكوليت اللاين ده معادلته ايه؟ اللاين الافتراضي اللي انا عايز احسبه ده اللي هو هيعدي في النص ما بين النقط دي. فهو اعطيني طريقه سيستماتيك لللينير ريجريشن، بيقول لي هتاخد النقط تكون التيبل بالشكل ده، وبعدين امشي للاخر معايا يعني ما تستعجلش. خلاص كونت التيبل، ايه اللي هعمله؟ اللي هعمله هيحسب حاجه اسمها بيتا 1، بيتا 1 هات. بيتا 1 هات دي كوفيشنت، الكوفيشنت ده هيطبق الايكويشن دي سميشن اكس اي في واي واي. ده عندي الكلام ده اللي هو السميشن بتاع اكس اي واي اي اللي هو ده 37 اهو مجموع دول. تمام. ماينس سميشن اكس اي عند اي تساوي 1 لحد ان، هي ان هنا بتساوي 5 لان عدد النقط 5 اللي هو اعطاني اصلا، وفي السميشن بتاع اي على ان دي عدد الخمسه اللي هي عدد البوينتس اللي اعطاني في الداتا سيت، وهتحسب برضو الايكويشن دي. ما يهمنيش الاثبات بتاع الايكويشن جه منين، مش مشكلتي، لان هو في السلايدز عمال بيثبتها مش مشكلتي. انا راجل بتاع بروجرامنج، يهمني ان هم توصلوا في اللينير ريجريشن ان انا احسب بيتا 1 بالطريقه الفلانيه، بيتا نوت بالطريقه الفلانيه هديها لك. وطالما حسبت بيتا 1 وبيتا نوت يبقى اذا اللاين بتاعي هيبقى واي تساوي بيتا نوت زائد بيتا 1 اكس اي. يبقى انا عملت الايكويشن اهو. ابص حسبت بيتا 1 اهو 37 ماينس كذا على كذا، ده الاكزامبل اللي انا بكلمك عليه، وحسبها لي طلعت 0.7. حسب لي بيتا نوت واي واي بار دي اللي هي ايه؟ اللي هي متوسط الواي اللي هي دي. بص خد الواي اهي، ادي الواي الوايات كلها مجموعه كام؟ مجموعه 10 على عدد النقط تطلع 5، يبقى الافرج بتاع الواي هو 2 اللي هم دول. في بيتا 1 هات في اكس بار، اكس بار دي برده متوسط الاكسات. اللي متوسط الاكسات جت ازاي؟ جمع الاكسات دي كلها طلعت 15، اقسمها على العدد اللي هو 5 نقط طلعت 3، طلعت لي بيتا نقط. هقف هنا عشان اشوف انتوا فهمتوا الحسبه ولا لا. المثال الاكزامبل لو فهمته بالتفصيل المحاضره انا بعتبرها خلصت، الموضوع انتهى. تاني هقول هو عطيني داتا سيت، ادي الداتا سيت اللي عطاني اصلا اكس وواي. كويس. مجموعه نقط مش مهم معناهم بالنسبه لي، لان بقى المهم يعني معناهم. انا ممكن اقول لك ايه؟ الطول مع الوزن، سعر مش عارف كذا مع سعر اللحمه مثلا مع سعر الفراخ، حركة الصورة الفلانية مع حركة الصورة الفلانية. المهم تو باراميترز او تو فاريبلز بيتغيروا مع بعض، وهو عطيني داتا ست حقيقية من 5 نقط من 10 زي ما يديني يعني. كويس. هو هنا عطيني 5 نقط حقيقية وبيقول لي اعمل لي بقى اللينير ريجريشن بتاعهم، هو ده اللي انا بحاول احسبه حاليا. وبناء عليه مش لازم اوقع النقط زي ما وقعها، بس هو بيوقعها هنا عشان يوريها لي، يوري لي شكلها يعني. كويس. وهو اعتبر الليفل ده هو الاكس والبيرس ويت هو الواي، اعتبر لانه ممكن واحد يعمل العكس، خلي بالك الموضوع فيه تغريب، انا بس لازم تفهم ان الموضوع فيه تغريب، ما فيش حل ايديال يعني.
كويس. اما قال لي كون التيبل بالشكل ده، كونت التيبل من الداتا سيت، وبعدين قال لي احسب بيتا نوت بالايكويشن دي. هي ليها ماثيماتيكال بروف بس انا مش مهم بالنسبه لي، مش عايزه. كويس، ليها اثباتات رياضيه يعني، بس دي مش مشكلتي. بيتا 1 هات حسبتها، وحسبت بيتا نوت زي ما هو عطاني بالظبط من الداتا سيت اللي هو عطاني. خلاص انا كده كونت الايكويشن. اقول الكوفيشنت بتاعتي هتبقى حاجه زي كده، الايكويشن بتاعتي هتبقى بيتا نوت، يعني اللي هي المعادله دي اللي انا كلمتك عنها اللي هي بيتا نوت. هو هنا بيثبت الايكويشن اللي هي اهي واي هات بيتا نوت زائد بيتا 1 اكس اي. انا حسبت بيتا نوت وحسبت بيتا 1 واكس اي دي اي نقطه في الاكس واي. طب افرض ان هو مثلا حاجه زي كده، انا كده جبت الايكويشن، انا كده خلصت الريجريشن على فكره. انا جبت العلاقه الرياضيه اهو، بحيث ان حسبت الكوفيشنتس اللي هي بيتا 1 وبيتا وبيتا نوت واكس اي وواي اي، دول فاريبلز هيفضلوا زي ما هم. كويس، خلاص اوكي، انا كده حليت المساله تقريبا وعملت ريجريشن. بس اللي عملته دوت اسمه لينير ريجريشن مش نون لينير ريجريشن. يعني اعتبرت ان العلاقه لينير وده تقريب مني، يبقى لان ريجريشن فيه نوعين، في منه نوع لينير ريجريشن وفي منه نون لينير ريجريشن. انت اللي واخده ده ابسط انواع الريجريشنز اللي هو بيتكلم على اللينير ريجريشن. وسيمبل ريجريشن ليه؟ لان هو متغير بيعتمد على متغير، مش واحد بيعتمد على ثلاثه مثلا ولا اربعه عشان يبقى اسمه مالتيبل ريجريشن. انا هقف دقيقتين من فضلكم، بس اللي عنده اي سؤال يناقشني. لو ناقشتوني وفهمتوا الاكزامبل ده يبقى الموضوع تقريبا خلص. هنقرا السلايدز كده لمجرد نعرف المعلومات انا فهمت ايه مقصد المحاضره، والشيت كله على الحته دي. يعني الشيت كله لو فهمت المثال ده، الخمس مسائل ولا الست مسائل في الشيت على الجزئيه دي. اتفضلوا يا شباب. دكتور، هو انا بس عندي سؤال في الشيت. السؤال رقم 5 ورقم 6. قبل ما تخش في الشيت، هل الفكره واضحه؟ ايوه، انا بالنسبه لي الفكره واضحه، بس يعني عادي الموضوع كله ستريت فورورد يعني ما فيهوش حاجه. بس تمام. بالنسبه للسؤال رقم 5 ورقم 6 انا شايف ان مش عارف اوصل لفكره السؤال، مش عارف احل. هو 5 او 6 انا مش متذكر بيتكلم عن ايه، انا ممكن ابقى افتحه. يعني هو ريجريشن زي ده، بس ايه اللي بيساله في ريجريشن يعني، سواء 5 او 6، لان في كذا حد بعت لي مسج يعني. طب ممكن اخد سكرين شوت او اصور الشيت وابعته لحضرتك؟ طيب، هل يعني خد 5 على 6 على جنب، هل الفكره واضحه؟ الحسبه واضحه؟ ايوه دكتور، واضحه. يعني انا الماثيماتيكال بروف ما يهمنيش، بس يهمني الايكويشنز، لان انا في الاخر هحول الموضوع الى كودينج، فالايكويشنز دي هي اللي تهمني في الاخر. دكتور، هو اتفضل. هو الاكس بار والواي بار دول اللي هما المين ولا؟ المين بتاع الاكسات كلها، والاكس بار ده اللي المين بتاع. اهو بص، انا خدت الاكسات كلها مجموعه 15، سمع على عدد النقط 5 فيطلع 3، هتلاقي اكس بار حطها ب 3 اهي، 3 اهي. والواي بار دي المين بتاع الواي بار. طيب انا دلوقتي لما باجي اجيب بقى الايكويشن بتاعت اللاين نفسها، بحط فيها البيتا 0 والبيتا 1 دول؟ ايوه، اللي هي دول الايكويشن اللي هي هتبقى المعادله دي في النهايه يعني. اهي اللي فوق. أيوة. ده انا فاتحها دلوقتي. واي اي هات تساوي بي نوت هات زائد بيتا 1 هات اكس اي. انا حسبت بيتا نوت وحسبت بيتا 1، يبقى كده الايكويشن اللاين اتحددت. تمام، يبقى اتحددت، يبقى الموضوع انتهى. يبقى كما لو كان كل اللي انا بعمله ده عشان احسب الكوفيشنتس بتاعت اللاين. انا كده حددت اللاين طالما الكوفيشنتس بتاعته اتحددت. انا اتذكر ان انا افترضت من الاساس ان هي لينير ريليشن. افترضت يعني ممكن تكون حقيقه هي مش لينير، بس انا ما عنديش حل تاني. انا عندي نقط وبيجي يقول لي اعمل لي ماثيماتيكال ريليشن، فبفترض انها لينير في شكل لاين، واللاين عايز كوفيشنتس عشان انت تحدد اللاين ده، وحسبت لك انا كوفيشنت يبقى حددت اللاين. دي الفكره اللي هو باني عليها فكره اللينير ريجريشن. يبقى ايه الافتراض اللي انا افترضته؟ ان هو انه اكس هو الاندبندنت وواي هو الديبندنت. وافترضت كمان الريليشن
افترضت ان ريليشن لينير والكلام ده ممكن يكون مش حقيقي، يبقى ده في تقريب ولا ما فيهوش اللي انا عامله ده؟ اكيد في تقريب، في افتراضات معينه انا افترضتها وبنيت السوليوشن بتاعي عليها، ممكن يكون ما هوش حقيقي. طب ليه سموا المعادله دي حاجه اسمها البريدكشن ايكويشن؟ بص انا هقول لك ليه هي بريدكشن، لان انا بص الداتا سيت بتاعتي اهو جايب لي الداتا سيت عند 1 و2 و3 و4 و5. طب لو قلت لك مثلا طفل وزنه 2.5 هل موجود في الداتا سيت؟ لا مش موجود. هعمل ايه؟ هجيب الايكويشن اللي انا حسبتها وادخل اكس ب 2.5 اجيب الواي المقابله، يبقى انا استخدمته في البريدكشن اهو. تيجي تقول لي طب ما انت عملت الموديل لينير، طب استفدت بيه ايه؟ اقول لك بص مش كل النقط موجوده هنا، ممكن انت محتاج تستيميت نقطه مش موجوده. هتعملها استيميشن منين؟ من الايكويشن اللي انت بنيتها او اللي انت طلعتها. وصلت؟ طب انا لو جيت عكست الاسامبشن ده هل اللاين هيختلف او هل هيختلف؟ يعني انت قصدك عايز اللاين هيختلف؟ ايوه بس مكان اكس. هل بقى طبعا الفاليو هتختلف، لو من جيت، حقك تعمل كده. ايوه لو جيت مثلا اطلع الفاليو بتاعت اللي هو اللي وزنه 2.5 هل هتطلع بقى نفس الفاليو لا مش على اللاين هتطلع الجديد؟ لان دي افتراض تاني، هتطلع قريبه منها بس مش هتطلع هي بالظبط. تمام. اصل انت مثلا لما اجي يمكن زي المثال اللي انا قلته في المحاضره، هو الطول بيعتمد على الوزن ولا الوزن يعتمد على الطول بتاع الانسان؟ ولا ممكن ما تعرفش تحدد بالظبط؟ فهتدرسها كده وهتدرسها كده، يعني هتدرس ان الطول هو المستقل والوزن هو هيحصل فيه ايه، والعكس ممكن تدرس ان الوزن هو المستقل والطول هيحصل فيه ايه. دي فكره الريجريشن. محتاجين نفتح بقى الشيت ولا محتاجين نكمل؟ طب محتاجين نقرا من الاول القصه. هو طبعا هنا عاملها يعني ايه قصه طويله وبيفهمني يعني ايه ليست سكويرز ويعني ايه ريجريشن. انا هرجع بقى من الاول خالص لو عايزين نقرا. الريجريشن بالعربي احنا قلنا اسمه ايه؟ هو الريجريشن، الريجريشن هو بيسموه بالعربي انا انحدار، انحراف او انحدار. لا مش انحراف، انحدار. انحدار انحدار ده بيسموها معاملات الانحدار او طرق الانحدار. في طريقه ريجريشن شهيره دلوقتي شغاله في الماشين ليرنينج والمالتي ميديا والفيديو داتابيز اسمها اللوجيستيك ريجريشن. دي نون لينير بقى اللوجيستيك ريجريشن، وهي دي اللي انت لو هتشتغل في بروجكت ولا حاجه هيشغل ريجريشن اطلع شويه عن اللينير ريجريشن، لان اللينير ريجريشن ده ابسط انواع الريجريشنز اللي في الدنيا. هو فاريبل واحد ان وفاريبل واحد اوت، وبيفترض ان الايكويشن لينير وبيحسب بيزد على كده. عنده افتراضات للبروبلم مسبقه اللي هي ممكن تكون مش حقيقيه او غالبا بتبقى فيها تقريب. بص انت بتبني موديل، بص الموديل بيبقى يا اما ديترمينستيك موديل يا اما راندمايز موديل، يعني فيه بروبابيليتي. على فكره احنا يعتبر راندمايز موديل، يعني انت ما بتجيبش الحل بالظبط، بس انت ما بتجيبش من الحل بالظبط لانك مش عارف تحدد ماثيماتيكال ايكويشن. يعني قانون اوم ده علاقه رياضيه مثبته بالتجربه، انما مش علاقه رياضيه جايه من فكره ريجريشن. يعني قانون اوم ده بيجابوا مقاومه وجابوا تيار ومش فولت وقاسوا ومش عارف ايه وطلعوا المعادله في تساوي اي ار. في معادله اهي موجوده ومعادله صحيحه، بس عشان في ريليشن مباشره وواضحه دي اسمها ديترمينستيك موديل. انما الافكار اللي انا بتكلم عليها في الماشين ليرنينج وفي المالتي ميديا داتابيز والادفانسد مالتي ميديا ما بتبقاش العلاقه واضحه. ده انا عايز مثلا واحد بيتحرك في فيديو مثلا من مكان لمكان، يعني عدى بثلاث اربع نقط من النقط اللي انا عملتها وعايز ابريدكته هيروح فين بعد كده، فبضطر اعمل ريجريشن بالطريقه اللي انا بقترحها هنا. اهو هو هنا بيقول لي ايه معنى كلمه ريجريشن. المودلز بتبقى ريجريشن مودلز، كورليشن مودلز، واذر مودلز. يبقى انا شغال في انه مودلز دلوقتي بعمل موديلنج باستخدام الايه؟ الريجريشن. هو بيقول لي ريجريشن ده من وسط فاميلي من الفاميليز بتاعه المودلز. انا مش هسالك الاسئله النظريه دي، بس هو بيديني خلفيات الريجريشن ده واقع فين. انت ممكن بتعمل مودلز بطرق كتيره. احد طرق الريجريشن اللي بتعتمد على البروبابيليتي
كويس، اللي هي regression models. وبدأ يشرح لي ايه معنى فكرة regression model، وقال لي انا في المحاضرة دي هكلمك على ما يسمى regression model. وبدأ يقول لي ان في dependent variable و independent variable، يعني ال في واحد مستقل وفي واحد تابع، بس كتير قوي انا مش عارف مين المستقل ومين التابع. فالفكره دي هستخدمها فين؟ في البريدكشن والاستيميشن، وانا قلتها في المحاضره اللي فاتت ان الريجريشن عاده بيستخدم في البريدكشن في الاستيميشن. في الاستيميشن يعني ايه؟ بس انا شرحت الفكره دي وبعضكم ما فهمهاش قوي، اللي هي بص يعني هفهمك يعني ايه كلمه البريدكشن والاستيميشن. بص انا لو جايب نقطه ما بين نقط اوريدي موجوده يبقى ده استيميشن، انما لو جايب نقطه بعد ابعد نقطه يبقى ده بريدكشن. مش عارف فهمتوها ولا لا. يعني بص لو انا واخد وزن طفل مثلا من اللي هو جايبه لي في المثال ده، المثال اللي احنا حليناه، بصوا هشتغل على المثال من 1 لـ5. لو انا قلت لك الوزن مثلا 2.5 يبقى ده استيميشن، لو قلت لك 6 أو 7 يعني عدى الداتا سيت يبقى ده اسمه بريدكشن. يبقى اذا الريجريشن بيستخدم فين؟ في الاستيميشن او البريدكشن. تمام. الشيت بقى يا ريت لو حد منكم يجهز الشيت بحيث ان انا ادي له سماحيه يشير سكرين ونشوف المشكله بتاعه المساله رقم 5 او المساله 6 اللي انتوا بتتكلموا عنها. بص دي انواع الريجريشن. هو بيقول لك ايه؟ انا كده افترضت ان العلاقه لينير في الموديل ده، هنا افترضت العلاقه نون لينير كيرفد، هنا لينير طالعه، هنا لينير منخفضه، هنا لعلاقه فيها ساتوريشن. يعني معنى كده ان الريليشنز ملهاش علاقه واحده، ده انا بفترض. يعني بص بيقول لي مثلا افرض اعطيتك داتا سيت زي كده، شايف النقط دي باختلاف الوانها، ادي داتا سيت زي كده، ممكن انت تعمل اكتر من موديل الكيرفات اللي هي مختلفه دي، دي مودلز مختلفه ببارامترز مختلفه. هو هنا نون لينير ريجريشن، النقط هي الداتا سيت الحقيقيه، اللاينز اللي انا بطلعها ولا الكيرفز اللي انا بطلعها هي دي اللي طالعه من طرق الريجريشن المختلفه. خد بالك المحاضره بتكلمني عن اللينير ريجريشن والسمبل ريجريشن، فبتكلمني بطريقه، بس هو هنا بيحاول يفهمني الموضوع ان جنرال. وبعد كده اهو ده الرسمه دي بالنسبه لي انا مهمه جدا بقى، بتفهمني انواع الريجريشن عموما. هنا في متغير واحد هو المستقل اللي هو الاندبندنت، هنا في اكتر من متغير. هنا السيمبل ده بتعتبره في ممكن انت الريليشن تعتبرها لينير او ريليشن تعتبرها نون لينير. خد بالك انا في اللينير ريجريشن مشيت كده، ريجريشن موديل سيمبل لينير، خدت ابسط كيس في الدنيا. تمام. ويمكن برضو في المحاضره قلت لك ازاي يبقى مالتيبل ولينير، لما تيجي تقول لي ايه واي تساوي 3x1 زائد 3x2، x1 و x2 دول هنسميهم دول independent variables، بس اللي معتمد عليهم اللي هو الواي، يبقى دي اسميها multiple regression بس linear. انما لو قلت لك y تساوي x1 times x2 بقت multiple بس non linear. فهمناها دي يا شباب؟ يعني هل انت تقدر تفرق بين السيمبل والمالتيبل واللينير والنون لينير دلوقتي؟ اي حاجه مش لاين بتبقى نون لينير، سواء اكسبوننشال ولا ساين ولا لوج ولا اي علاقه غير اللي هي تبقى لاين تبقى على طول نون لينير. اي حاجه في فاريبل مع فاريبل واحد في الانبوت يبقى دي سيمبل، 2 فاريبل او اكثر دي تبقى مالتيبل. اتفضلي يا بسنت لو في اي سؤال. اللي بيسأل شباب في سؤال؟ لا دكتور لا دكتور. طيب الكونسبت واضح؟ الكونسبت نفسه بتاع الريجريشن واضح. طيب اللينير ريجريشن تقدر تحسبه بإيدك؟ الايكويشنز بتاعته الكيس ستادي اللي احنا خدناها، في مشكله لما تحسبها بايدك؟ تاني اللي هو الفكره يعني الاكزامبل ده تقدر تحله بايدك؟ اللي هو ده
الكونسبت واضح بتاع الريجريشن. طب هل انا اقدر اكالكوليت كل الكوفيشنتس وقعت الحسبه بايدي؟ اكيد طبعا الموضوع مو صعب ابدا. بس اشوف الشات في ناس بتقول هم عايزين يعرفوا الفرق بين اللي تقول لنا الفرق تاني بين البريدكشن والاستيميشن. ماشي هقوله الفرق بين البريدكشن والاستيميشن اوكي. وهتكلم على المساله رقم 5 و6 اوكي. قلنا بص يا شباب يعني الاكزامبل اللي قدامي ده انا بنيت ريليشن زي كده لو خدت مثلا وزن الطفل ده 2.5 هو ده جوه الداتا سيت لان عندي 2 وعندي 4 وبحسب المقابل ليه في واي ده اسمه استيميشن. انما لو خدت الوزن مثلا 7 ده خارج السكوب اصلا الوزن هنا جاي من 1 لحد 4 يبقى ده بريدكشن. اتفهمت كده ولا لا؟ يعني لو خدت نقطه موجوده ضمن الداتا سيت بس مش موجوده بالظبط يعني ايه هنا هو مكلمني على 1 1 2 2 4 طب انا 2.5 دي يعني في الرينج بتاع الداتا سيت بس مفيش نقطه اسمها 2.5 فانا باستيميت بقى الواي المقابلها. طيب لو قلت لك ان الوزن 7 دي خارج الداتا سيت تماما بره يبقى ده اسمها اكيد يبقى ده اسمها بريدكشن. وضحت كده الفرق بين البريدكشن والاستيميشن؟ طيب الكونسبت واضح. الكالكوليشنز فيها صعوبه احاول افتح لكم بقى لان على ما يبدو ان كلكم عايزين المساله نمره 5 و6 فانا احاول افتح الشيت من عندي من يسأل بس لقيت. اتفضلوا لو في اي سؤال عقبال ما افتح الشيت. 5 و6 انا لو لقيتها صعبه ممكن الغيها لكم بس انا مش متذكر هي المساله فيها ايه. ادفانسد مالتي ميديا ثواني. شيت 3 يا دكتور هو المسألة رقم 5 الجزء الأولاني فيها عادي بس الجزء الثاني هو طالب الأماونت أوف سترين إنرجي ستورد إن ذا ماوس ترابس برينج. لا لينا في دي ما خدناهاش. تمام يعني الجزء بتاع الإنرجي ده مش علينا. طيب السؤال رقم 5 هو فتحته. أيوة التورشن أوف سبرينج مش عارف إيه استويستد ان انجل اوف 180 فيرس الانجل كذا الاماونت اوف سترين ستورد ان كذا سبرينج ان جولز از اماونت اوف سترين انرجي ستورد. الجزء الاولاني بقى ده في سؤال نمره 5. ايوه الجزء الاولاني عادي انا ان انجل 180 اعطيني الداتا سيت ما بين التي والثيتا اشتغل واجيب ال اسمها ايه دي اللينير ريجريشن موديل هجيبها عادي اللي هي العلاقة اللي ما بينهم بس مش عارف اجيب بقى حتة الاماونت ايه هتجيب الموديل نمرة 1 وال180 دي تساوي قد ايه بالباي. على فكرة هي سهلة بس هي الدنيا ما انتم ملخبطين فيها. هي ال180 دي قد ايه بالباي؟ ال180 تساوي باي. ايوه خلاص من الايكويشن هتحط سيتا تساوي باي هتجيب التي اللي قصادها. ده الكلام اللي كنت لسه بقوله حالا ولا في اي صعوبه. هتجيب الريليشن اف الريليشن طلعت مثلا ايه بيتا نوت 5 يبقى 5 زائد 3 5 زائد 3 سيتا هتشيل سيتا وتحط باي هتجيب التي اللي قصادها. وصلت؟ لا مش عارف مش الريليشن. ايوه جبت الريليشن خلاص اللي هي تي تساوي قد كده سيتا زائد كذا. ماشي تمام. طيب هو عايز اعطيك سيتا ب 180 اللي هي باي 3.14 هتشيل السيتا دي وتحط 3.14 هجيب التورشن المقابل. خلص الموضوع هي مفتوحه قدامي اهي. طب اعمل شير بس السكرين دي عشان في بعضكم ممكن يكون ما هوش مش عنده اصلا يعني انا افتكرتها معضله ولا هي في اي حاجه خالص يعني بس انتوا هي كمان هو بيتكلم على كيس معينه فانتوا متلخبطين.
انتوا فهمتوا الحل بتاعها؟ طب حد فهم؟ طيب مش انت هتحصل على ريليشن واي فانكشن اوف ثيتا ولا تي فانكشن اوف ثيتا؟ مش انت هتعمل ريجريشن تطلع لك معادله ايكويشن 3 زائد مثلا 0.5 ثيتا مثلا؟ دكتور ما عوضت عن ال هتشيل الثيتا وتحط الباي، هتجيب التورشن المقابل بس خلاص. دكتور لما عوضت عن الباي ما طلعش نفس الناتج اللي في الاختيارات، ف مش هتعوض عن الباي ب 180، هتعوض ب 3.14%. ايوه عوضت ب 22/7، هتقربها لاقرب واحده من دول بس خلاص. اكيد طلعت واحده قريبه من دول بعيده برضه. ده الحل، ده الحل الصح يعني. تمام، ده الحل ما فيهوش كلام يعني. بس دي الكونسبت اللي انا كنت لسه بتكلم عليه حالا، اللي هو بتاع ريجريشن. يعني انت هتعمل ريجريشن عادي وبعدين انت تدخل الباي حتى لو ما فيش اختيارات، مش مهم الاختيارات، المهم انت تطلع. اهي اهي انا جبتها اهي وهشيرها. شايفين المساله رقم، هي طلعت اقرب واحده لكام؟ يعني زميلنا اللي بيتكلم ده اقرب واحده ليها كام؟ يعني انت الريليشن طلعت ايه؟ حد حسبها؟ انا شايف ناس في الشيت حلنا، يعني انا شايف ما فيهاش مشكله خالص يعني، بس على ما يبدو ان في اختيار دي ده غلط، لان مش ممكن تكون الارقام كبيره كده 1 5 6 2، ده اختيار دي ده اكيد غلط، هو اكيد واحد من الاختيارات A B او C. لانه خد بالك لما الثيتا كان 1.5 طلعت 0.25، فواضح ان لما توصل لباي اكيد التي هتزيد. معايا ولا مش معايا؟ تاني يعني، لما ثيتا كانت 1.1 اعطتني 3.23، لما ثيتا بقت 1.5 اعطتني 2.25، اكيد بقى لما باي دي تطلع 3.14 اكيد الرقم ده هيزيد، بس هل هيطلع 0.4 كذا ولا 0.8؟ هي اكيد واحده من دول. سامعيني يا شباب ولا لا؟ شباب سامعيني؟ دكتور بدك تحلها معانا ستيب باي ستيب عشان احنا جربنا وهي ما جاتش معانا. طيب انت جبت الايكويشن بتاعه التي والثيتا باللينير ريجريشن العادي؟ اصل انا مش قدام الارقام دلوقتي، يعني مش الحل عايز جمع وضرب. حد وصل للريليشن اللي ايه هي؟ يعني قولوا لي في صيغه بيتا نوت زائد بيتا واحد ثيتا بالظبط كده، حسبت بيتا نوت بكام وبيتا واحد بكام؟ محدش رد ليه؟ طب ممكن اخش في سته لان دي فكرتها كده. حد عنده سوليوشنز يقولها لي؟ طب ممكن اخش في سته لان هي دي ما فيهاش حاجه، الخمسه دي ما فيهاش اي حاجه. هي ممكن تكون مثلا رقم قريب من رقم من دول، بس هي ما فيهاش اي فكره يعني. نشوف نمره سته، هتلاقي سته تقريبا زيها. عنده متغيرات اكس وواي، دي برضو سهله جدا، انا ما اعرفش انتوا معتبرينها صعبه ازاي. انت لما تيجي الداتا سيت بتاعتك بالطريقه دي مكونه من ثلاث نقط مش اربعه، ليه مش هتاخد ان اكس تساوي 17؟ دي مش هتاخدها معاك ليه؟ لان الواي بتاعتها انت ما تعرفهاش. يعني الداتا سيت دي ثلاث بوينتس ولا اربعه؟ دي هنعتبرها ثلاثه. يعني هي ثلاثه فعلا. طيب وهتعمل الريجريشن بتاعك على كام؟ على اساس ان هم ثلاثه، وتطلع بيتا نوت وبيتا 1، وبعد كده تدخل اكس في المعادله بتاعتك ب 17 تجيب الواي المقابله. هتطلع واحده قريبه من دول. وصلت؟ يا دكتور يعني هنحلها بالطريقه العاديه جدا واجيب جداً المعادله بتاعت الريجريشن سواء دي او دي. هو بس غير شكل يعني اعطاك نقطه اكس بس مش عارف الواي، يبقى دي ما تنفعش في الداتا سيت. يبقى دي هتشتغل بالتلات نقط التانيين بس. تمام ماشي، منتهي. تمام هعمل برضو المفروض دي رقم 6. هنا الداتا سيت اللي هتشتغل عليها تلات نقط بس،
و x تساوي 17 دي هتشيلها. بعد ما تكون الاكويشن هتحط x ب 17 تجيب الاستيميتد y. مش هتجيب الواي الحقيقية، انت هتجيب واي الاستيميتد. وصلت؟ تمام يا دكتور، يعني كله linear regression، هو كله linear regression. تمام، مفيش اي حاجة، هي نفس الاكويشن ونفس linear regression اللي انا شرحتها، بس هو بالاسئلة بس بيعمل فيها تنوع يعني. تمام، كلها بنفس المعادلة زي الشيت بالظبط. تمام، في اي اسئله تاني؟ رقم 3 يا دكتور. رقم 3، امال ايه اللي ناقص؟ ما هتلاقي نفس الفكره بقى، هي اصلا نفس رقم 2، فايه الفرق؟ ممكن تكون دي غلطه مني بقى. رقم 3 قصدك الارقام هي هي ولا قصدك ايه؟ لا دي لينير ريجريشن عادي، اعطيك الداتا سيت واعطيك اختيارات. طب ايه الفرق بينها بين رقم 2؟ هو مغير بس في المعادله. رقم 2 ولا رقم 2 و3 قصدك شبه بعض؟ اه ممكن يكون شبه بعض، وغلطه مني بس اتاكد بس. دكتور هو الفرق في الايكويشن ان هي دي واي بتساوي الفرق في الايكويشن صح. الثاني بيقول لك اعملها لي واي تساوي ايه نوت زائد ايه 1 اكس، والثانيه عايز يعملها واي تساوي ايه 1 اكس، يعني عايز يبقى مفيش بيتا نوت، عايز يبقى مفيش بيتا نوت او معتبر. حط بص، حط بيتا نوت بصفر هتطلع لك اللي فاتت. هو طبعا الموديل اللي هو رقم 3 ده هيبقى اسوأ من رقم 2 لان في بارامتر انت اهملته فمش هيطلع صح. مش عارف فهمتوها ولا لا. طب ساعتها هتتحسب ازاي يا دكتور؟ هتتحسب عادي بايه واحد ب هتتحسب ايه واحد بالايه واحد العاديه، مش هتحسب ايه نقطه اصلا. بس هو كاتب لك ذا فاليو في ايه، ايه 1 موست نيرلي، مش بالظبط الارقام اللي اعطاها لك، بيقول لك قريبه من ايه، واخد بالك؟ مش هتطلع رقم معين. وخد بالك اللي فوق بيقول لك نيرلي قريبه من رقم من دول، انما مش بالظبط يعني. هنا هتحسب ايه واحد بس، انما هناك يعني بمنتهى الاختصار كده نمره 3 هتحسب ايه واحد بس، نمره 2 هتحسب ايه نقطه ايه واحد، ويبقى كده المساله هتشوف ال قريبه من ايه فيهم وتختارها وخلاص على كده. لو جت حاجه زي كده في الامتحان لازم توديني توريني الكالكوليشنز، ما ينفعش تختار A او B او C بدون حسابات. في الميد تيرم طبعا هيجي لينير ريجريشن، ده لازم توريني. واللينير ريجريشن لو انت ركزت هي فكره واحده، يعني الشيت كله بيلف حوالين فكره واحده اللي هي فكره الاكزامبل اللي موجود في المحاضره، بس هو عمال يغير في الصياغه وفي يعني. يا دكتور الميد تيرم هيبقى مالتيبل تشويس بس نوري الحسابات بتاعتنا؟ ده لو جه ريجريشن، ما ممكن يجي لك مباشر زي اللي في الباور بوينت. يعني حتى لو اختياري زي كده لازم انت هتختار وبعد كده توريني انت وصلت ازاي للكلام ده، حسبت تمام. بيتا نوت ازاي، حسبت بيتا واحد بيتا وان ازاي، وهكذا. انا بس ايه دول سهلين، انتوا فهمتوا 5 و6؟ لان جات لي اسئله كتير عليهم. فهمتوا الكونسبت في 5 و6؟ اتفضل دكتور. اتفضل دكتور. معلش، هو في رقم 2 و3 هو كان عايز ال ذا فاليو اوف اي 1، مش الاثنين بنفس الرول وكمانهم ادينا نفس الارقام؟ بس واحد عادي اخطاء اكتر. طالما لغيت مين اللي هيدي اخطاء اكتر؟ 3 عشان مفيش اي نود. اه بالظبط، هي رقم 3 هيطلعوا نفس الفاليو، بس الايرورز هو لو انت جربت بقى الاخطاء هتطلع اكتر بكتير في الموديل بتاع رقم 3. هو على فكره إيه اي موديل اي كوشن تكونها هتديني مجموعه من الايرورز، بس الايرورز هو عايز يعلمني ان انا لو اعتمدت على كوفيشنت واحد بس الايرورز هتبقى ازيد مش اقل. تمام؟
ايوه دكتور، بس يعني قصدي هنا هو طالب A1، فاحنا الايكويشن بتاعت A1 بس هتتحط، او بتطلع A1 هنحطها في، هنختار من A او B او C او D، فهو مش طالب نجربها مع A نود. مفيش مشكله، هو ما كملش المساله بس مفيش مشكله، وعايز يواجهاني بس مش اكتر من كده. يعني 2 و 3 نفس الفود ده نفس رقم A1 نفس الحل اهو في A1. شكرا دكتور. بس واحده A نود فيها A نود وواحده ما فيهاش. تمام يا دكتور. 5 و6 طيب اتفهموا 5 و6؟ اتفهموا يا دكتور. فيه مشكله 5 او 6؟ لا خلاص تمام. هي الشيت كله نفس الفكره ونفس الايكويشنز ومفيش اي تغيير. خلاص، في اي سؤال تاني في الريجريشن يا شباب؟ دكتور بالنسبه للميد ترم هيبقى كام مساله؟ عشان الامتحان بقى ساعه لتلت مش ساعه لربع زي ما كنت متصور، يعني عشان وقت الاكزام ثلاث مسائل، واحده سيميلاريتي واحده كي ان ان وواحده اللي ريجريشن، هتخلصوهم؟ ده على حسب الداتا سيت، يعني الداتا سيت لو قليله ممكن نحاول نخلصوه. هحاول اجيبها قليله، يعني زي ما انت شايف في الشيت كده جايب 4 بس مش جايب حاجات كتير. الداتا سيت هنا مش كتير، هحاول اخليها صغيره يعني. يعني هو الامتحان 40 دقيقه؟ 40 دقيقه. طيب انا هحاول اظبطه على 40 دقيقه. عايزين نظري؟ لا دكتور، مسائل حلوه. لا مسائل كويسه بس الوقت بس اهم حاجه، عشان في الشيت ده احنا اخذنا فيه، ممكن يكون اخذنا فيه يوم كلنا، انا اخذت فيه يوم كل واحد. الريجريشن لسه ما حلتوش، فلسه ما اعرفش اخد منها. لو انت تدرس اللي فات كل شيت بيلف حوالين فكره واحده، يعني الشيتس مش هو نفس الفكره ولا حاجة. بس هو سهل، هو مش صعب، بس الفكره في وقت السؤال بياخد طويل. ما فيش مشكله، يعني هعمل حسابي والله، هجيب لكم حاجات بسيطه يعني، ما تقلقوش من الامتحان. يعني هو امتحان بسيط ومباشر، هم 3 شيتس هتحلهم بنفسك الموضوع، يعني هتقفل الامتحان ده بنسبة 99%. يعني اللي حلل الشتات هيقفل الامتحان ده، ما فيهاش كلمة، هيقفله مش هيحل جزء. تمام يا دكتور. بس هي الفرق بقى في السرعة في الكالكوليشنز والحاجات دي. دكتور يعني نذاكر المسائل في الشتات بأفكارها وهنبقى كده احنا تمام للميد تيرم. بس هو اصل هو يعني فكرة زي الريجريشن دي، لو انت قعدت تقرا النظري الفكرة واضحة، يعني ما تستاهلش ال 40 سلايد اللي هو عاملهم. هي فكره ريجريشن، هو عايز يكريت ريليشن، وبعدين انا بلخص لك القصه، يعني ببسط لك الموضوع، عايز يعمل ريليشن من حاجه ما لهاش ريليشن. فبالتالي افترض ان هي لينير، افترض بمعنى كلمه افترض اهو، كويس؟ وافترض ان اكس هو الديبندنت والتاني الاندبندنت، عادي كل ده تمام. وعمل شويه ماثيماتكس كده وطلع لي بيتا 1 معادلتها ايه وبيتا نوت معادلتها ايه، وانا بطبق وخلاص. يمكن احنا بتوع كمبيوتر ساينس ما يهمنيش الخلفيات الرياضيه قوي، بس يهمني اوصل للكور بتاع الموضوع، الايكويشن ايه بالظبط، وانا اقدر اكود الكلام ده. تمام دكتور، ممكن بعد ما نسلم الشيت 3 دوت ممكن حضرتك تنزل موديل انسر دي؟ ما فيش مشكله، انزل لكم موديل انسر الخمسه وسته اللي يعمل لكم قلق دي، ما فيش مشكله يعني. وغالبا الارقام اللي هتيجي مش زي الارقام اللي في الشيت ده اكيد، يعني اللي يحل التلات شيتات كاملين ويبقى فاهم كل مساله فيهم يبقى هو كده خلاص، يعني يقدر يخش الميد ترم بمنتهى السهوله. طب دكتور، كانت في مسائل مثلا بتحتاج مني اعمل ديفرنشيشن ومسائل بتحتاج مني اعمل انتجريشن، فممكن حضرتك بس تقول لنا نعمل كده امتى ونعمل كده امتى عشان بنتوه واحنا بنطبق؟ فين المسائل اللي فيها ديفرنشيشن وفين المسائل اللي فيها انتجريشن؟ في الشيت ده ما فيهوش انتجريشن وديفرنشيشن. في الشيت ده ما فيهوش تقريبا. مسائل ايه؟ بتاعت الكي ان ان والكي مينز ما فيهاش لا انتجريشن ولا ديفرنشيشن برضه. ممكن توضحي لي فانو شيت؟
انتوا معايا سامعيني دكتور؟ اتفضل. هو حضرتك ممكن تمد الديدلاين بتاع الشيت 3 ده بس عشان الميد ترم انا ما لحقتش حلو يعني، فهو لسه قدامي بكره بس عشان الميد ترم. هو همده يوم بس عشان يعني هديك يومين بعد المحاضره، لان في ناس ممكن تكون لسه في حاجات ما كانتش فاهماها، بس هو في ناس بعتته مش اقل مثلا من 30 40 واحد، بس انا همده يوم، انا تقريبا عامله اليوم الجمعه فهزوده لحد السبت يوم واحد. ولو انت حليت اول الشيت سهل والله وواضح جدا جدا جدا. تمام تمام. ولا حد شايف فيه صعوبه في الشيت؟ انا شيت 3 ده لسه ما حليتوش، فعشان كنت بظبط حاجات عشان الميد ترم المواد التانية، ف بس هو شكله سهل يعني. حليت الشيتات التانيه؟ اه حليت 1 و 2 3 لسه ما حليتوش. طيب خلاص، ده مش يعني لو انت فهمت الاكزامبل اللي كان في المحاضره هتقدر تطبقه على الشيت كله، الدنيا هتمشي. تمام يا دكتور. ماشي، هو برضه فكره واحده، الشيت كله بيتكلم على فكره واحده، بس هو بيغير فيها بس مش اكتر من كده. ماشي. خلاص يا شباب، في سؤال، في اي سؤال تاني قبل ما اقفل؟ شكرا. مفيش مشكله خالص، اطمنوا بس كل واحد يلتزم بميعاده، وان شاء الله وان شاء الله الامتحان يبقى سهل يعني، ما تقلقوش يعني. كل واحد يجيب الكالكوليتر بتاعته معاه عشان ويتدرب عليها عشان يقدر يخلص في الوقت المطلوب يعني باذن الله. ماشي يا شباب، ان شاء الله. ماشي تمام يا دكتور، شكرا. شكرا يا شباب، في اي سؤال؟ شكرا يا شباب، توفيق ان شاء الله. انا هنزل الريكورد ده على اليوتيوب وابعت لكم اللينك عشان الناس اللي ما حضرتش. شكرا. تمام.